الساعة الآن 12:40 تقريبا تقريبا، أو 12:45 دوك تقريبا، ساعة ونصف باش بدينا هذه الرحلة. دوك ساعة ونصف الحمد لله تمكنا أننا نوصلوا لغار حراء ودخلناه شفناه، قضينا فيه بعض الوقت ودرنا جولة خفيفة هنا في الجبال، شوية تأمل، والحمد لله صلينا صلاة الظهر. ودابا إن شاء الله غنبداو رحلة الرجوع، والرجوع يعني نزول جبل النور، والنزول يبتدئ بالصعود. سبحان الله العظيم، النزول يبتدئ بالصعود. بسم الله. بسم الله. بسم الله. ادرس اليوم. الصعود من أجل النزول. السلام عليكم. تقبل الله. احنا جينا مع 12 ونص هنايا، ولا يعني وقت الزوال، وصراحة وقت صعب جدا في السعودية. الزوال يعني الشمس عمودية، وقت صعب جدا، ولكن ما عندناش خيار. الا بغيتي تلقى الوقت شوية نسبيا خاوية وتقدر تدخل الغار حراء، خاصك تجيب هاد الأوقات هادي. يلا نكملوا رحلتنا مع نزول إن شاء الله، نشوفكم على خير. بدون تعليق. الصورة تغني عن التعليق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يعني الناس اللي تلاقيت معاهم بزاف، اللي مستقرين في الجبل بزاف، هما الافغانستانيين والباكستانيين على الخصوص، وكيطلبوا الصدقه مساكن بزاف على قد الحال. دوك انا قاسين في الجبل، زعما كاين الطفول الجبل وهذا، وقت ما مريت حداهم كيقول لك صدقه صدقه، زعما دور. والمشروب السائد هنا هو ماء بارد، وكيعصروا لك فيه شويه ديال الليمون. وتستمر رحلة النزول. يعني على طول الجبل تجد أناس فقراء مساكين باكستان وأفغانستان يطلبون الصدقة، ريال جوج ريال. سبحان الله، الله ورزقه سبحان الله العظيم. والغريب في الامر، طلعت الجبل الفوق يعني حدا غير حراء، وواحد السيد تما حاط واحد طبيله صغيره مصوبها ودير بوطه. كيفاش دير تطلع داك البوطه تما؟ وكاين شي حوايج اللي ما كيطلعهم يوميا، بحال صناديق ديال الماء والحامض، داكشي الكونسومر. سبحان الله العظيم، القوه اللي عطاهم الله. بس الجبال انا مني طلعت وصلني تاكسي يماني، عطاني الرقم ديالو، قال لي زعما مني تبغي تنزل عيط ليا باش نجي نديك. اقتراح ديالو هو زعما
دابا كنعيط ليه ما كيجاوبش. اللي عليا درتو دوك، غادي ناخد شي تاكسي اخر ان شاء الله، الا اللي عاود اتصل بيا. هذا صافي سهل، هذا مليح باع وراح. الجبال وبهذا اخواني نكون كملت الرحلة ديالي لجبل نور غار حراء. الحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير. فكخلاصة الموضوع، يعني اي واحد من الاخوان تحت لي الفرصة انه يجي المملكة العربية السعودية لاي سبب من الاسباب، حج او العمرة او زيارة او اي شيء، فما يحاول يفوت الفرصة لانه يزور غار حراء وجبل نور. يعني بين الحوايج اللي عندهم قيمة معنوية اكثر منها مادية، كيف ما كنقولوا تقيدها في السيفي ديالك، وشيء جميل صراحة، احساس رائع. اسأل الله التوفيق لنا ولكم. اللهم انا نعوذ بك من الرياء ومن النفاق وسوء الاخلاق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم. فلقيت الطاكسي، لقيت الطاكسي هو اللي غيديني، دار معايا 30 ريال، شكله باكستاني ولا افغانستاني. الى اللقاء.